السلام. اي واحد شاف الفيديو يدير عافاك شي لايك وشي كومنت كيف ما كان باش يساعدنا على هاد التمارين اللي كنضربو في الفيديو. شكرا شكرا شكرا. المهم من بعد ما قدينا اللبسه جديده ديال اودين قصنا بريال شامبرز اخر باش نصاوبو الفرارن ديالنا دغيا. المهم كيف العاده دونجون سكيليتون وكورس بريال شامبر اخر سكيليتون او كورس. هنا خارجين تواجهنا مع اول ترول في الجيم وين فايت كنا نقتلوه كل ما دخلوا علينا شي وحدين صافي خليناهم شينا. قصدنا بريال اخر اللي هو الدونجن باش نجمعو عدد مهم ديال الكورس. صافي رجعنا للدار وهنا صنعت اول فرارن ليا في الجيم حطيتهم برا حيت من بعد غنقادو بايس حسن كيف قلنا هادشي غير تسليكي وصافي. صافي هنا نبداو المرحلة ديال التجميع مكاين غير كوبر ديبوزيت أو التين تنصنعو الدروع اللي خاصنا. المهم حنا في الطريق واحد البريكول ترول بغينا نقتلناه وقتلناه ما جاتش نقصرو فالهايم بلا ما يموت هاد خونا في كرونا نبغي نقول في الزرق ما عليناش. المهم رجعنا للدار كندير كوبري طيب المهم كنبقى هكا حتى نسالي وكاع الدروع. هنا صنعت اول دروع ليا ديال البرونز ومن بعد عناء طويل جدا ما لبستهمش تضامنا مع ساعي هير وي جو كان الجميع. هنا تعرضنا لهجوم تاني في الجيم من عند حماة الغابة اللي هما دوك الشجر. كانت الفايت مزيانة سخنا فيها شوية حيت كنت صنعت برونز ماست هي باش كنضربو
نسيت مسجلت لقيتها في الصناعه. المهم اللي بقى غير جميع ديال الكوبر وتين ودير في الفران وريبيت صافي. ملي صوبنا شويه ديال الدروع ودرنا لهم واحد شويه ديال الابغريد قررنا نقصطو الدر اللي كان ضروري السفينه باش نمشيو ليه. رجعنا للدار نصنعو النايلز اللي هما كيحتاجوهم باش نكرافتيو السفينه. المهم هنا مشينا في السفينه كيف العاده نسيت نسجل هنا صافي كنا ركبنا وزدنا غير شويه. اصلا الطريق بيننا وبين البلاصه اللي فيها الالدر كانت قريبه ومشينا في الليل. بلاصينا السفينة وبقيناهم كتسنونا بحليب والتمر شوية ديال الكلينين عاوتاني وقصدنا البلاصة اللي فيها الالدر. نسيت ما قلتلكمش كيحتاج واحد ثلاثة اللعيبات اللي جمعناهم من سبونرز ديال دوك الشجرات كما غادي كتشوفو. صافي وصلنا فين كاين خونا درنا ساكريفيس. اصلا كنا موجدين 100 اروز لكل واحد فينا ديال العافية وصافي هير وي جو. الارض تتسع دا هو البوس طويل ورقيق معلاش كان ايزي بزاف حيت هاد اللعيبات في الجناب ديال البلاصه ديال السبون ديالو استعملناهم ضدو. ايه يديك فشل الانتر ما نخليكم مع الكومبا.
صافا نكون بعد سالي كيف العادة ممكن تساعدني مش مات مع الموتى ديال الاندر قد وحنا كملنا البوس الثاني في الجيم نزينا الراس ديالو سائر الراس ديالو الراس ديالو وصاف مشيت نحطو بلاصة اخرى ديال الساكرفيس باش تزادنا الابيليتي ديال الاندر